خطرت لي من أنه كثير ناس بخطروا عبالي، وإذا في حدا أنت بتفكر فيه وراح يكون بنفس الوقت بفكر فيك، فأنا كمان أخذت على سياق الأحداث اللي بتصير. فأنا تخاطرت مع نفسي بهاي اللوحة اللي وصلت لمرحلة من السوداوية، بس بتعاود ترجع لصورة، كل هاي الخطوط بترجع لصورة أنا فاهمها زي باركود مثلا. بلشت في الحبر، يعني بتذكر أني ما زلت بشتغل في الحبر نتاجا لأنه قديش الحبر نضج معي كمادة. طبعا مواد الزيت والأكريلة كانت غالية الواحد يجيبها في وقت أنه بدفع قسط ومصروف، وفن يعني أنت بتشتغل فيه بتمارس وبتوصل رسالة منه، بصف الإشي بخص شخصيتك أكثر من أنه بس إشي بتعمله. فلهيك أنا بحس تجاربي كلها مهمة بالنسبة إلي، حتى في الأعمال لأنها حقيقة عشت معها. مثلا عملت لوحة عن الكرتونة، كيف إحنا عايشين جوا كرتونة، بتحكي عن السندكة. اشتغلت في الورك اللي أنا شفته، الكرتونة اللي أنا حملتها وحاس فيها. ودائما كنت أخذ من نصيحة أبوي يحكي لي قوة العمل مش في المادة، قوة العمل في الفكرة، في بساطة الأشياء.